السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. خلونا نشوف كيف نعمل يوزر بروفايل. أكيد إحنا لما نستخدم في اللوجن استخدمنا دو بوست، مفروض باليوزر بروفايل أيضا نستخدم دو بوست. هذا أنا ما أحتاجها، أوكي، فعندي هذا دو بوست موجود، أوكي، بهذا الشكل. نعمل سيف أول حتى يحفظ اللوجن والإندكس. شو أحتاج هون؟ مثلا احتاج شغلات بسيطة، يعني احتاج الى هذا الشغلتين الاساسية، يعني هنا انا اذكر انه ريسبونس على شكل تكست و HTML يكون الصفحة. اضف الى ذلك انه احتاج للبرنت رايتر فقط لشيء بسيط جدا، الا وهو ممكن اعمل هنا أنا مثلا سترينج، هذا سترينج خلي يكون محمد، او سترينج نيم، أو يوزر نيم، بروفايل نيم، وات ايفر كان هو الاسم المسمى اللي أنت بتأخذها. request dot get parameter. هذا الباراميتر حيكون شو؟ حيكون اليوزر نيم، صح؟ هذا أيضا يوزر نيم. بعد ذلك أنا ممكن أستخدم البرنت رايتر في حال نجاح اليوزر نيم والباسورد. أنا ممكن أقول له أوكي ما عندك مشكلة، printwriter.println. مثلا أقول هنا welcome وهذا الشكل، أوكي، هذا طبعا أحذف الشكل، أوكي، welcome فلان مثلا اليوزر نيم، صح؟ أرحب بالشخص، أوكي، ممكن هيدا الشيء أنا أعمله. أضيف إلى ذلك ممكن أضيف هون مثلاً أيضاً print writer آخر، بس لكن ما أضيف هذا الشيء. welcome in user profile area، أوكي، هذا الشيء، هذا print line جديد. طيب خلونا نعمل هذا السيف كله. الآن أنت عندك كل شيء جاهز، يبقى عليك أنه فقط تتوجه وتتقدم إلى الأمام. خلونا نشغلها. dispatcher right click run، او ممكن اوكي right click run على السيرفر، اضغط على finish restart. هيا بنا، هو اوتوماتيكيا حيبحث عن الاندكس HTML. لاحظ first name password، ممكن اخذ هذا اليو ار ال، نذهب لل شو هذا كله مفتوح ما يصير الشكل، انا ناخذ اوكي هذا شو؟ Oh my god. عفوا. ناخذ هذا كوبي، نضغط هنا بيست، ديسباتشر، ذاتس ات. الفيرست نيم فليكن مثلا محمد. نضعها خطا، خلونا نجرب اذا كان يشتغل. سبميت. اوه هنا ما حولنا. عفوا، حولنا الى سيرفلت. طيب ليه سيرفلت؟ لانه في الاندكس احنا نسينا نغير هذا الى لوجن، صح؟ لوج ان. اعمل سيف، رايت كليك ران على السيرفر، ذاتس ات. نعمل ريفرش او نرجع باك ونعمل ريفرش، خلونا نعمل سبميت. اوبس، حولك لللوجن بس في عندك ستاتس HTTP get methods not supported by this URL. خلونا نشوف شو البلوه الاخرى اللي احنا عملناها. Action. عفوا. Submit login. Okay. Do post. شو المشكلة؟ Pa 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 pa. User profile. أيضا do post. Check username, password, name. So equals. شو المشكلة هون؟ إذا وضعنا for example محمد، وهنا وضعناها for example محمد، إذا وضعناها كصحيح خلنا نشوف هذا بيحولك للسيرفلت. Oh my god، لا في مشكلة. نجي نعمل right click run من جديد، اوكي محمد، ندخل على محمد submit. Get is not supported by this URL. طيب ليه get؟
method equals post. خلنا نجي نعمل مرة أخرى right click run on the server yes finish. خلنا نجرب محمد. نجي نكتب هون أيضا محمد. That's it. إذا كانت المشكلة بسيطة جدا. طيب إذا كل المشكلة كان أنه أنت في الفورم فقط أذكر أنه الميثود هي post يبين الظاهر أنه إذا لم تذكر الميثود أوتوماتيكين الHTML حيقول أنه هذا هو get. فمجرد أنه تعمل الميثود post that's it وتعمل refresh. طيب خلونا نضع username لكن password ما وضعناها. نعمل submit that's it please check username password first name password submit مرة أخرى يرجع لك. لو جينا وضعنا مثلا for example محمد واخذنا هذا copy لأن أنا كسول جدا ووضعنا هنا paste submit that's it welcome in user profile area welcome محمد. مبروك 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 عليك. طيب عليكم وعلينا. هنا أنت عندك إذن index.html بتحتاج إلى هذا الفورم. أوكي ممكن تعمل pause وتسجلها. عندك في اللوجن كل اللي احنا عملناه لاحظ هنا كل اللي عملناه هو من هون بدأنا response set contain هذا احنا أخذناه بالدرس السابق. هذا أيضا بسيط. عملنا اثنين string. جينا عملنا if. طبعا أنت ممكن تعمل or أيضا تضيف له مثلا username or password أو username and password. هذا شيء بسيط يعني كود جافا بسيط. وتستخدم الديسباتشر تلاحظ انه بيحولك ليوزر بروفايل في حالة اذا كانت العبارة صحيحة. هون بيحولك لمسار اخر اللي بيرجعك مرة اخرى للاندكس ويضيف لك ايضا انكلود معاها من اليوزر بليز تشيك يور يوزر نيم اند باسورد. اضف الى ذلك في اليوزر بروفايل ما عملنا شيء. هذه الاكواد بسيطة جدا. لهنا احنا نوصل لنهاية الدرس. نلتقي وياكم ان شاء الله بالدرس القادم. مع السلامة.